السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش اخباركم؟ لبس عليكم عانين الناس داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي متبعيني واللي كيدعموني، تحية لكم خاصة من هذا المنبر. كلكم اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة اللي هي الفقاس. طريقة سهلة ما فيهاش شي حاجة اللي هي صعيبة، لأن خديت الشجلان وحبة حلاوة شتيتهم نقيتهم وغسلتهم مزيان ودرتهم في القصرية انتما كتشوفوا، لان غادي نوري لكم واحد الطريقه مبسطه وسهله ما فيهاش شي حاجه اللي هي صعيبه. تبعوا معايا. كناخذ انا هذا السكر، هذا مهم نتوما ما تغديروش في حالي انا، غتاخذوا كاس العنبه السنيده حيت كل واحد الطريقه باش كيخدموا والطريقه باش كيرتاح، كل واحد ما احنا ماشي بحال بحال. وكناخذ عاوتاني كاس زيت العنبه، كاس سنيده وكاس زيت. كناخذ 5 البيضات، 4 كنديرهم والخامسه كنلوح داك سميتو كنحتفظ غير بالصفر، والبيض كنسميتو كنديرو عندي ما الزهرات كما كتشوفوا. كناخذ 2 معالق كبار، كنزيد نتاهما مع داك الخليط. وخاصني هاد الخليط خاصني نحرك مزيان باش ينسجم مع بعضياتو البيض والسكر ودوك الزرارع ديالي، حسيت يعطيني واحد الخليط منسجم مع بعضياتو هانتوما كتشوفوا. يعني السكر كيدوب، الزيت كينسجم حتى هو مع داك كلشي. وكناخذ عاوتاني اللوز اللي كان بيتو ليله كامله، حتى يعطيني واحد اللون احمر، لون زوين بزاف اللي هو اللي كيجي في الفقاس عطي داك اللون. كنزيدو حتى هو مع داك الخليط او بالماء ديالو، شو اللون ديالو كيفاش كيجي، لون احمر. وكنخلط عاوتاني المكونات تاعو تاني مع بعضياتها حتى تنسجم ليا داكشي مع بعضياتو مزيان. من بعد كناخد الخمامر، لان كناخد 2 حمرات وواحدة فاني، كنضيفهم معه تاني مع الخليط. هانتوما كما كتشوفوا. من بعد شنو كندير؟ كنبقى ناخذ الدقيق وكنبقى نضيف بشويه بشويه على حسب الخليط، كل واحد و كي الدقيق اللي كيشرب كي الدقيق اللي ما كيشربش. مهم معينك ميزانك وانتي كتخلطي وكتشوفي حتى كيولي بحال العجينه. كنخلط غير بالاظافر ديالي، ماشي بايدي كامله حتى تنسجم ليه بشويه بشويه، كتبدا تعقد ليا العجينه. باش من علاش كنبقى ندير بشويه بشويه؟ حيت الا درتي دقيق قدري تكثري بزاف وتخسر لك سميتو شنو، بعدا بتزيدي الزيت والصيني ما يمكنش. بشويه بشويه كنخلط حتى كتبدا العجينه ديالي تقال، كنحس بها بدات تتقال. هانتوما بدات كتقال، هو زوين بصراحة الوليدات والناس اللي كيكونوا خدامين. هانتوما العجينة هي سالات،
تغطيها بولي باك او سولوفان عندك، اي حاجه تغطيها وتخليها جانبا. ناخذ داك الصفر البيض اللي انا احتفظت به قبيله. عندك داخل كان عندك الخليط بزاف، كلتي ثلاثه البيضات او اربعه البيضات، كان شويه تستعمل بيضه واحده اللي غتكفيك. كناخذ واحده نسكافيه كما كتشوفوا، نضيفها مع داك البيض وكنبدا نحرك مزيان حتى كينسجم ليا، كتعطيني واحد اللون زوين قهوي، كينسجم داك البيض مع داك النسكافيه كتذوب دوبه ديال الصح. وهاد الفرشيط اللي انا كنخلط بها مازال غادي نخدم بها، غادي نوري لكم كل حاجه بشويه بشويه، غيتبعوا معايا. يعني كتوب بصفة نهائية، ما كيبقاش عندي داك باش نبدا نخدم بها، كتجي سهلة. هانتم كتشوفو كيولا اللون ديالها وكتوب. من بعد عاوتاني كناخد ديك العجينة وكندير عليها شكل الكومير صغار وكنحطهم، نخليهم يرتاحو باش يجوني ساهلين، باش ما ملي نبدا نخدم على بيهم ما كيبقاو دايرين العجينه ما كتبغيش تطلق. خديت الطاوه ديالي دهنتها بالزيت وسرحتهم في الطاوه حيت كيجي خطير زوين بزاف وكيجي قاصح. يمكن لك ان الناس اللي تالي بعادين واخا حتى ما عرفت فين تستعمليهم في البواطات كيبقى كما هو، ما يتهرس ما والو، كيبقى قاصح. وكنبدا ندهن مع داك النسكافيه والبيض، كندهن بها مزيان. من بعد كناخد ديك الفرشيط وكنبدا نجرب ديك الفرشيط من الفوق حتى لتحت بحال باش يعطيني واحد بحال هكا تسوق ليا، باش ملي كتقطع كيجي واحد الشكل فيه من الفوق زوين. ودابا غادي ندهنهم كاملين وغادي نطبق عليهم نفس التجربه اللي درت الاولانيه. هانتوما كتشوفوا وغادي ندهنهم دابا كاملين. هانتوما دهنتهم كاملين، دابا غادي ناخذ الفرشيط وغادي نبدا هانتوما بعد كنبدا نتقف فيهم تقبات خفاف حتى كنحس بان الفرشيط وصلت للطاوه باش ما يتنفخ ما والو، كيبقى نفخ زوين ما كيتهرس ما حتى شي حاجه، حيت كي اللي كيتنفخ ليه من الغصت كيتقسم حيت ما كيتقسم هذا ما والو. من بعد انا ديجا راني شعلت الفران بنار مهيلة وكنديرهم غير الفوق حتى كيطيبو مزيان وما كنهبطهمش لتحت. ملي كيخرجوا من الفران كناخذ واحد السلوفان او بولي باك كنلوح عليهم وكندير شي فوطه اللي هي فازكه شويه،
كنخليها شي نص ساعه بحال هكاك. الا كنت باغي نقطعو اليوم ما كنتش باغي نقطعو اللي خليتها لغد ليه عادي، ما كاينش شي مشكل حيت ما كيتهرس حتى شي حاجه. المهم تغطيو مزيان باش يعطي داك الصاد ديالو يتفك بالزربه ويتقطع لكم بالزربه. من بعد انا كنقطع ديك الساعه هانتوما كتشوفوا كنمشي بشكل بحال عوجه وكنبدا غادي على قياس واحد. هانتوما كتشوفوا معايا كيجي غزال كيهبل والمذاق ما نعاودش ليكم. حتى اللوز هانتوما كتشوفوا الموز كيدوز فيه عادي. ومن بعد ملي كيطيب ليا الفقاص ديالي هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجي، كنتمنوا انه يعجبكم وكنتمنى يكون خفيف على قلوبكم وكنفيدكم بشويه. هانتوما كتشوفوا كيجي قاصح صيفط حتى لبرا ما كاينش مشكل، ما كيتهرس حتى شي حاجه، كيجي زوين بزاف. كنتمنى انه يعجبكم وكنتمنى لكم التوفيق، واي سؤال يمكن لكم تخليه ليا يوصل بغيتوها خليو ليا كلكم منطير. لا تنساوش ديروا لي جيم وتخليو لي كومونتير، والناس اللي مازال ما تابوناوش يتابوناو باش تكبر القناه ديالي. ونزيدكم يعني اي حاجه بغيتو يمكن نحطها لكم. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح الناس اللي خدامين. بسلام عليكم وتهلا فراسكم.